أهلا بكم. يرجح المراقبون أن نتائج انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 من الشهر الجاري ستكون أسوأ من نتائج الدورات السابقة لهذه الانتخابات المحلية على الإطلاق، وأن ثمة تحديات وصعوبات تعترض مسار هذه الانتخابات بسبب البيئة الخطرة غير المناسبة والتي ستجرى فيها هذه الانتخابات بسبب دعوات مقاطعتها ورفضها من قبل قوى سياسية رئيسة في العملية السياسية، وجملة تهديدات والتصفيات الدموية التي شهدها العراق عشية إجراء هذه الانتخابات، وإحراق أتباع التيار الصدري لمقرات شركائهم في حزب الدعوة وتيار عمار الحكيم وغيرها من القوى السياسية الأخرى. لكن القوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات تقول في إطار تحشيدها السياسي والإعلامي إن مجالس المحافظات ركن دستوري رئيس ومفصل إداري حيوي في بناء الدولة العراقية، ويعول عليها في إنتاج جيل جديد نزيه وغير ملوث بالفساد الحكومي. وكان إلغاء مجالس المحافظات الفاسدة أحد المطالب الرئيسة لثورة تشرين التي انطلقت أو تفجرت في العام 2019، ولكن القوى أو قوى العملية السياسية قررت إعادة العمل بها بهذه المجالس، وستجرى دورتها الرابعة في 18 من الشهر الجاري كما هو مقرر. انتخابات مجالس المحافظات القادمة والتحذير من الركون إلى نتائجها أو تأثيراتها على المشهد في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل باستطاعة انتخابات مجالس المحافظات القادمة تصحيح مسار العملية السياسية وطرد الفاسدين الحكوميين كما تقول القوى السياسية المشاركة فيها؟ ولماذا أصرت وتصر القوى السياسية والميليشيات على إعادة العمل بهذه المجالس الفاسدة والتي طالبت بإلغائها ثورة تشرين في العام 2019؟ ولماذا يجب الحذر من الركون إلى نتائج انتخابات المحافظات المحلية وما ستفرزه من قوى سياسية ما زالت محل تلاعب من قبل القوى الإقليمية والدولية؟ وأين يمكن أن ينتهي الصراع المحتدم بين القوى الطائفية والميليشيات قبيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الرزاق الدليمي، فاروق يوسف. لم تتعظ الأحزاب الحاكمة في العراق من صفعات الشعب العراقي بمقاطعة انتخابات عام 2018 وكذلك انتخابات 2021 بنسب وصلت إلى 90% حتى تتحدث مجددا عن الانتخابات وأجوائها، بينما يتسابق المرشحون في عمل الدعايات ونشر البرامج وإطلاق الوعود الوهمية التي خبرها العراقيون حتى سئموها. صور المرشحين تملأ الشوارع وجولات الأحزاب لا تهدأ بعد افتتاح سوق المساومات قبيل انتخابات مجالس المحافظات، وحدة الصراع تزداد للاستحواذ على المقدرات المخصصة للمحافظات والاستفادة من الميزات التي تمنحها هذه المجالس من عقود استثمارية وصفقات باسم إقامة المشاريع. الإطار التنسيقي بعد أن استحوذ على الحكومة يحاول تعزيز هيمنته بتحقيق مكاسب أكبر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، لذلك سعى إلى عقد تحالفات جديدة والتخلص من أي طرف قد يكون منافسا له، والحديث هنا عن التيار الصدري وزعيمه الذي أعلن مقاطعته لهذه الانتخابات، لكنه كالمعتاد قد يغير رأيه في أي لحظة ويدخل في السوق الانتخابي. مجالس المحافظات تعد إحدى أهم بوابات الفساد في العراق باعتراف نواب قد أكدوا أن الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة لم تقدم شيئا للشعب العراقي. ولسوء سمعة هذه المجالس، فلقد كان إسقاطها أحد أهداف ثورة تشرين، وهو ما أجبر الأحزاب الحاكمة على تجميدها لتعيد مجددا تفعيلها لما فيها من امتيازات تتعلق بالجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى. تدرك الأحزاب الحاكمة أن الشعب العراقي سيكون بمنأى عن هذه الانتخابات وسيقاطعها بنسب لا تقل عن سابقاتها، لكنها تصر على إجرائها للتفاوض فيما بينها على توزيع الحصص والمغانم في مختلف المحافظات العراقية.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي سنبحث فيها انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في 18 من الشهر الجاري ونتائجها وتأثيراتها على المشهد. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي الدكتور عبد الرزاق الدليمي، وأيضا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف سيكون معنا من العاصمة البريطانية لندن. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، مجالس المحافظات الحقيقة اتهمت بالفساد الكبير، طالبت ثورة تشرين بإلغائها، الحكومة اضطرت وانحنت أمام هذه العاصفة، ألغت انتخابات المجالس المحافظات، الآن أعيدت هذه المجالس المحافظات وهناك انتخابات ستجرى لها في 18 من هذا الشهر. أي أهمية لهذه المفاصل الإدارية أو المجالس المحلية بحيث أن القوى السياسية أعادت العمل بها، أهمية للدولة للمجتمع في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ ماجد وحي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. إذا كنت تسألني عن أهمية للشعب وللعراق فلا أهمية لها، ولن تضيف للعراق وللعراقيين أي شيء. هي ستضيف لهؤلاء الذين يحكمون العراق، قوى السياسية، أحزاب وقوى العملية السياسية، فرصة جديدة ومساحة أوسع كثيرا شوية، يعني ربما مساحة أوسع مما هي لديهم الآن للسرقة والفساد، ليس أكثر من ذلك. لأنك عندما تلاحظ كل الشعارات التي طرحت في، طبعا لا يوجد برنامج من أي حزب وأي كتلة برنامج انتخابي يؤيد ما يعني يدلل على ما سيفعلونه إذا كانت هي انتخابات من أجل الخدمات، لكن كل الشعارات، كل الأقوال، كل الدعايات التي صدرت تؤكد إنه الوضع لن يتغير إلا للأسوأ. هناك فرصة لزيادة الفساد. هؤلاء الذين يتحدثون بلغة فاسدة، بلغة متخلفة، رثة، غريبة، عجيبة. وأنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي وكل الناس يسألون نفسهم، هي هذه الانتخابات من أجل تقديم خدمات للمحافظات أم هي يعني انتخابات من أجل تقديم خدمات للطوائف؟ هي انتخابات للطوائف لغرض تركيز أو تثبيت قدرة الطوائف الطائفية على 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 ممارسة أدوار أخرى، أم هي الخدمات؟ الخطاب كله خطاب طائفي. الشيعة مركزين على محافظات الشيعة لأجل انتخاب الشيعة، والسنة مركزين على انتخابات السنة في المحافظات السنية. وبالتالي أنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي، هي الغاية انتخاب الشخص المناسب؟ والشخص المناسب هذا بلا هوية، يعني هوية عراقي، يعني أقصد بلا هوية طائفية، يفترض هوية وطنية، هوية عراقية، من أجل تقديم خدمات للناس، هذا الموضوع. لكن أن الأحزاب الشيعية تنتخب شيعة فقط، والأحزاب السنية يجب أن تنتخب سنة فقط، والخطاب الشيعي والسني يؤكد على الطائفية بطريقة غريبة عجيبة، ويدلل على أن كل العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن ما تحدثنا عنه وما قالته الناس، ما هو واقع من محاصصات طائفية وعرقية، هو هذا الواقع، ويجري ترسيخه في هذه الانتخابات، ترسيخه بشكل واقعي جدا. فكل اللي يجري الآن هو لصالح هذه القوى بالعملية السياسية، ولا علاقة للبلد ولا المجتمع، ولا علاقة لا للمواطن ولا للوطن بهذه الانتخابات، ولن نضيف لها شيئا. لذلك الشعب والوطن براء من عدها، وستكون المقاطعة كبيرة جدا جدا. نعم. نتحول إلى عمان، نرحب مرة ثانية بضيفنا من هناك الدكتور عبد الرزاق الدليمي. مساء الخير دكتور. مساء الورد. أهلا وسهلا. تسمعني زين مو؟ نعم. طيب، الحقيقة هناك من يتحدث عن تحديات وصعوبات، وأنت أيضا يعني ممن طرح هذا الموضوع، سياسية وأمنية تعترض إجراء هذه الانتخابات المحلية التي ستجرى في 18 من هذا الشهر، والقائمين عليها كتل وأحزاب وما إلى ذلك، لأن ليس هناك من بيئة مستقرة أو آمنة. برأيك ما هي هذه التحديات السياسية والأمنية
التي يتحدث عنها المراقبون والتي قد تعرقل أو تعوق أو تقوض الانتخابات المحلية القادمة؟ شكرا جزيلا لك وللضيوف الكرام وتحية للجمهور الكريم. أهلا وسهلا. الحقيقة موضوع مهم جدا، يعني موضوع الانتخابات. احنا ابتداء نقول هل هناك ديمقراطية في العراق؟ الجواب كلا. طبعا هم أصحاب الشاعرين يتحدثون عن هذا الموضوع ويقولون أن موضوع الديمقراطية كما قال محمود مشلاني قبل كم يوم، قال أكذوبة كبيرة. عادة البلدان الديمقراطية عندما تمارس هذا النوع من يعني النشاط الديمقراطي تكون في أوضاع سليمة، أوضاع طبيعية. احنا البلد بالعراق منذ الاحتلال لحد الآن يعيش في حالة فوضى غير مسبوقة، فوضى سياسية، اجتماعية، اقتصادية، أمنية. ولذلك عندما يأتي البعض ويريد أن يفرض نمط معين، هذا النمط من الممارسة اللي هو موضوع الانتخابات، حقيقة لا يجب أن يكون إلا في بيئة سليمة، بيئة صحيحة، شعب يعيش في وضع جيد، وضع مناسب يستطيع من خلال يعني يعبر عن وجهات نظره. المشكلة عندنا بالعراق الآن، يعني من يقوم بهذه المهمة، مهمة يعني إقرار الانتخابات وتنفيذ الانتخابات ومتابعة الانتخابات، هم نفس ذات الجهات التي يعني أوجدت هذه الفوضى بالعراق. حقيقة مثل ما تفضل الدكتور رافع يعني قبل قليل، يعني احنا نتحدث عن أناس هم صمموا هذه الانتخابات لما يعزز وجودهم ودورهم بالمجتمع، خصوصا من ناحية المناطق. يعني الشيء ملفت للانتباه، أغلب المرشحين هم أما أخوان أو أقارب أو أولاد عمومة أعضاء مجلس النواب. يعني إحنا المسألة الانتخابية بالعراق يعني بالأساس هي يعني قائمة على جانب غير قانوني، غير دستوري. يعني حتى دستورهم هذا لا وجه لحرج، يعني ما يحصل بالعراق يتناقض مع هذا الدستور. ولذلك ليس من الطبيعي، ليس من الصحيح أن تجرى انتخابات في مسألة هي باتت فاشلة، باتت مضرة بالمجتمع. يعني هذه الانتخابات هي فتح مجالات أخرى للفساد، للفاسدين الموجودين بالمجتمع. من الذي رشح نفسه؟ كلهم نفس المجاميع، نفس الطبقات، نفس الفئات التي ارتبطت بالنظام الذي جاء به الاحتلال بعد 2003. ولذلك هذه العملية الانتخابية حقيقة صورة مشوهة أخرى، وليد لقيط آخر في النظام السياسي الذي جاء به الاحتلال منذ عام 2003 ولحد الآن. نعم، أشكرك أستاذ فاروق. مساء الخير في لندن. أهلا أهلا أستاذ ماجد. الحقيقة أيضا مراقبين وأنت منهم طبعا يجزم ويقطع أن نتائج الدورة الرابعة من هذه الانتخابات، المجالس المحلية، انتخابات مجالس المحافظات، أن نتائجها ستكون أسوأ من كل النتائج للدورات السابقة على الإطلاق. ليش؟ أستاذ ماجد، مبدئيا أنا بالحقيقة أجهل ما معنى وما وظيفة مجالس المحافظات في العراق. وأشك أن هناك أحدا من المواطنين داخل العراق يعرف ما هو المعنى وما هي هذه الوظيفة. حتى خلينا أعجك بالمقاطعة، أنا آسف بس أنت تقول أنا أجهل، يعني لا تعرف. المالكي أجاب الحقيقة على هذا السؤال وقال إن مجالس المحافظات ركن دستوري حيوي ومفصل إداري مهم جدا، وهي فرصة لتصحيح المسار العملية السياسية وطرد الفاسدين. خاف أنت ما تدري، ترى المالك جاوب. المالك جاوب. هذا بالحقيقة ليس تعريف. نعم. هذا مجرد كلام فارغ. نعم. بدون معنى. حتى أنني أشك أن الرابحين والخاسرين في هذه الانتخابات هم أيضا يجهلون ما الوظيفة الحقيقية لمجالس المحافظات. هناك جوقة مادتها جيل جديد من المرتزقة والفاسدين سيمنحون
فرصة للمشاركة في هذه الحفلة، حفلة الفساد. بالنسبة لتوقعي أنها ستفشل يعود إلى أن المواطن العراقي نفسه وصل إلى درجة من اليأس الكامل، بحيث أنه المنطق الآن في الشارع العراقي هو نفس المنطق القديم طبعا، يعني اللي اختصر شعبيا أنه ماكو فايدة، يعني بغض النظر عما يقول المواطنون، وهم كله بالمناسبة سيشاركون في هذه الانتخابات بعد انتخابات السابقة التي طبعا شهدت أكبر عملية تزوير في التاريخ السياسي العالمي المعاصر. نعم. حين تخلى الصدر عن أصوات الناخبين وعن انتصاره في الانتخابات ليمنح المهزومين النتائج الأصوات ويمنحهم الانتصار. هذه أنا أعتبرها أكبر عملية تزوير علني للانتخابات في الحياة السياسية المعاصرة في العالم. بعد هذه الانتخابات وبعد النسبة الضئيلة جدا التي شاركت فيها وكانت النسب أيضا مزورة، لأن أنت تشير إلى الانتخابات البرلمانية طبعا، البرلمانية. نعم. لأن الإعلان الأولي كان أقل من 20%. نعم. وفجأة نفاجأ أنه النسبة ارتفعت إلى 40%، وهذا تزوير بحد ذاته. لكن ثم عاد المالكي وقال أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20% عندما. نعم. اختلف مع ربعة. صحيح. نعم. لكن حتى وبغض النظر عن النتائج، الانتخابات ستمرر، النتائج ستمرر بغض النظر عن ما يقول الشارع العراقي، لأن أصلا الشارع العراقي غير موجود وغير معترف به من قبل النظام. الانتخابات هي فرصة دورية للنظام، أولا للهياج الطائفي، يعني كما تفضل الدكتور الفلاحي، المرشحون يقدمون أنفسهم على أساس طائفي، أنا شيعي فانتخبوني، أنا سني فانتخبوني، وهكذا. الهياج الطائفي مهم جدا لتأكيد هوية العراق الطائفية كما يريدها النظام الجديد. والنظام الجديد أيضا محتاج لهذه الحفلات الدورية لتأكيد شرعيته في سياق طائفيته، يعني الشرعية الآن ليست شرعية سياسية بل هي شرعية طائفية، يعني هكذا تحول العراق على أيدينا، هم يقولون هكذا تحول العراق على أيدينا إلى حقيقة أخرى غير حقيقة التاريخية. وأنا في حقيقة بآخر مقال كتبت عن الموضوع، نعم، أنه قلت أن العراق التاريخي بغض النظر عما يقال من تفاؤل وأمل ويعني عند الكثيرين، العراق التاريخي أنهى الاحتلال الأمريكي، العراق الآن هو العراق الطائفي. نعم. وأسطورة أساطير كثيرة سقطت من حياتنا السياسية ومع الاحتلال، ولا ينبغي أن نعترف بذلك. لكن هي أنا أعتقد أن مجالس المحافظات هي أيضا تقليد غير معروف بالحياة الإدارية والخدمية في العراق أصلا، والمواطنون يجهلون ما هذه التركيبة، ما هذه المؤسسة الغريبة جدا عن الواقع العراقي، وهي اختراع، مثل اختراع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الآن بدون مهمات، بدون وظائف على الإطلاق، وظيفته حماية الدستور، والدستور يعني مثل ما تعرفون تم اختراقه من قبل واضعيه أكثر من مرة. نعم. من خلال الاستحقاقات وكذا، يعني كثير من الأشياء تم اختراق الدستور وعدم احترامه، يعني ورئيس الجمهورية ما حماه، لم يحمي. لكن
الاختراع اللي داخل مؤسسة الرئاسة أن كل رئيس جديد يعين حشدا من المستشارين له، إذا هو كان بدون وظيفة. نعم. ما فائدة هؤلاء المستشارين؟ مثل مجالس المحافظات. أشكرك والله. مجالس المحافظات بالضبط. يعني كل رئيس كل دورة رئاسية 4 سنوات يعين كل أقربائه بما فيهم زوجته وبناته وأبنائه وولد عمه، يعينهم مستشارين. واضح. 4 سنوات يكملون 4 سنوات يطلعون تقاعد. واضح. أشكرك أشكرك. يعني نوع من أنواع الفساد. نعم واضح. دكتور الحقيقة المالكي وقوى سياسية في سياق تحشيدها لهذه الانتخابات، تحشيد سياسي وإعلامي، يقول أنه هذه الحقيقة فرصة مؤاتية صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات لتصحيح مسار العملية السياسية وطرد الفاسدين وإنتاج جيل جديد من المسؤولين الإداريين، ويقول لك احنا مستقلين غير ملوثين بالفساد، هذا الجيل نزيه، لذلك لابد من المشاركة. قادرة هذه الانتخابات على تصويب مسار العملية السياسية؟ هل فعلا هناك مستقلون سيأتون في هذه المجالس فعلا نزيهين فعلا غير ملوثين بالفساد الحكومي؟ أستاذ ماجد، بغض النظر عن رأينا بالانتخابات شكلها، تركنا من هذا الموضوع، لكن جوابا على سؤالك، إذا كان هو الإطار الحاكم للعراق الذي يرعى الانتخابات هو إطار فاسد، هو إطار طائفي، هو إطار متخلف رث، وصل العراق إلى قعر الهاوية، 20 سنة من السرقات والنهب والخراب والدمار، والعراق في أعلى سلم أو في أعلى قائمة الدول الأكثر فسادا، في أعلى قائمة الدول الأكثر فشلا، علميا دراسيا صحيا بيئيا في كل شيء، في كل الاتجاهات، فوضى بالسياسة، فوضى بالاقتصاد، فوضى بالمجتمع. إذا كانت هذه الطبقة السياسية التي ترعى الاجتماع، ترعى الانتخابات هذه اللي يسمونها انتخابات، هي فاسدة ومخربة ومدمرة وبانية هذا الإطار، كيف يمكن لهذا الإطار الذي ترعاه هذه القوى أن تنتج انتخابات يخرج منها أشخاص جدد غير ملوثين غير فاسدين؟ يقول لك هؤلاء مستقلون. كيف حال المستقلين؟ ما احنا شفنا المستقلين اللي دخلوا بمجلس النواب الحالي قالوا احنا مستقلين وقوى، وبعد ما انتخبوهم واذا بهم الكل يذهب الى حزبه الذي كان يعني قد تربى به وانتمى اليه. نعم. والكل يصرح بهذا ولا يستحي منه. هذه قضية يعني الدخول بالعملية السياسية والتلوث في هذا المستنقع، هذا لا يحتاج الى مستقل، المستقل ما يدخل هذه القضية. أي واحد عنده فكر مستقل ورؤية مستقلة ووطنية وخالصة لا يمكن أن ينوث نفسه بهذا المستنقع، فهذه منتهي القضية، هاي قضية المستقلين، هذه كذبة كبيرة. لكن هذا الموضوع، هذا الإطار الذي ترعاه هذه القوى وهذا الفكر وهذا التوجه وهذا الخطاب، لا يمكن أن ينتج إلا شكلا آخر مشوها، وليدا مشوها يشبهه أو أكثر بشاعة منه، هذا واقع الحال. فبالتالي هؤلاء الصغار الذين يريدون أن يعني يجلسون على كراسي ما يسموها بمجالس المحافظات، هؤلاء يعني مؤيدين لهذه القوى وجزء من عدها، هم يعني جزء من هذا النتاج الرث لهذه العملية اللي 20 سنة. وبالتالي أنت تسأل، وربما قبل قليل أستاذ فاروق كان يتحدث يقول عن الشرعية في كل العالم، أريد أن أضيف شيء واحد، كل العالم الشرعية شرعية الإنجاز، تسمع كل لي الحكومات. نكمل في الشرعية وشرعية الإنجاز، بس يعني بالإذن من كل الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام، توقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، ابقوا معنا. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار.
تنزل في المطار تشعر انه انت غير، يعني ما تحتاج شيء، انه انت هذا بلدك يعني واهلك. اكيد الوطن يعني كل شيء في حياه الفرد، ولادته، طفولته، ناسه واهله. الوطن هو اغلى شيء في حياه كل انسان، هو الماء الذي نشربه. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في نتائج أو في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في 18 من هذا الشهر، والنتائج وما قد يبنى على هذه النتائج في المرحلة القادمة. ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الرزاق الدليمي والأستاذ فاروق يوسف. إيه دكتور، كنا نتحدث عن شرعية الإنجاز. نعم قبل الفاصل. الحقيقة أنت يعني في كل الدنيا، في كل دول الدنيا عندما تجري انتخابات يفوز بها الحزب الفلاني، يعني الشعب اللي انطى اصواته هو لم يعطيه الشرعيه، ينتظر من عنده وفقا للبرنامج الذي قدمه، ينتظر ماذا يحقق من هذا البرنامج، وتحقيقه لهذا البرنامج اللي قدمه واقتنع به الشعب من اجل انتخابه، هناك شرعيه تتحقق، وهذه شرعيه الانجاز. وهذه حتى على مستوى الشركات العالم كلها عندما تاتي بمجلس اداره مثل مجالس المحافظات ولديه اموال، لديه مشاريع ويريد أن يقدم، إذا لم يكن المنتوج اللي تنتج هذه الشركة منتوجا جيدا وينافس وقادر أن يدخل السوق ويعود بالأرباح على ناسا وعلى الشركة ويكبر من هذه الشركة ويوسعها وإنتاجها يتطور، هذا يسقط. هذا فهنا أعود إلى مشروعية الإنجاز. هو ليس مشروعية الكلام هكذا أمريكا تعطي مشروعية لهؤلاء، لا يمكن لأمريكا، لأن الشعب العراقي مقتنع الآن هو يريد إنجاز. ماذا ستضيف هذه مجالس المحافظات إذا كان الحكومات كلها المتعاقبة منذ عام 2003 لحد الآن لم تضف شيئا سوى زيادة الفقر، زيادة الخراب، زيادة. قبل أيام كان رئيس الوزراء الحالي يتباهى أو يتفاخر بأنه لدينا الآن أكبر مرة في تاريخ وزارة العمل نوزع راتب الرعاية الاجتماعي على 2,500,000 وكذا ألف عائلة، حوالي 2,000,000، حوالي 3 ملايين عائلة بالرعاية الاجتماعية. وراتب الرعاية الاجتماعية هذا الذي تفاخر به ولا يعرف أنه إذا كان عدد الأسرة الواحدة في العراق أقل شيء خمس أفراد، فأنت أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر مسحوقين. فبلد بأربعين مليون، حتى أنه استخدم كمال سياسي. نعم. لرشوة الناس أو. نعم. لضغط عليهم. هذا جزء من عنده كارتات. نعم. ومعرف. نعم. شنو حتى تصوتون. صوتون. أنت تتفاخر بأن البلد بعد 20 سنة من هذا الثراء الهائل من موازنات سنوية أكثر من 100 مليار دولار، وأنت عندك 40 مليون مواطن، أكثر من 12 مليون تحت خط الفقر مسحوقين تماما، يأكلون من المزابل. أنت تتفاخر بهذا الإنجاز وتقول أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يحصل في تاريخها أن قدمت أكثر من 2,000,000 وكذا راتب لأسرة. الرواتب هذه لا تزيد عن 100,000 إلى 225,000 دينار عراقي. ماذا تضيف هذه؟ لا تساوي 70 دولار إلى 150 دولار. ماذا تفعل 70 دولار 150 دولار في هذا الغلاء؟ إذن من هذا المنطلق. نعم. أريد أن أعود أقول أن الشرعية فاقديها هؤلاء. نعم. القوى التي ترعى هذه الانتخابات واللي تؤكد عليها واللي قايدة هذا المشروع والدعايات الكبيرة ولم تذهبوا فإن المعرف شنو سيحدث والفاسدين سيزيدون، هم الذين أفسدوا البلد وخربوا البلد ودمروا البلد وأوصلونا لهذا المستوى من الهوان والأذى. دكتور عبد الرزاق، الحقيقة مراقبون وأنت منهم يحذرون من عملية التعويل أو الركون أو الاستناد إلى نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والقوى التي ستنتج هذه الانتخابات والتي ستفرزها، وأن هذه الحقيقة لا يمكن الركون عليها وليست مؤشرا حقيقيا على ما يجري أو على ممارسة ديمقراطية أو حتى لن يكون لها تأثير على طبيعة وشكل المشهد
في العراق في المرحلة القادمة؟ لماذا هذا التحذير؟ لا سيدي، أولا أنه هذا النظام الذي أسسه النظام الهجين، نظام غريب الذي أسسه الاحتلال في العراق بالتوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنظام الملاذي في طهران لدعم وجود الكيان الصهيوني وهيمنته على المنطقة. أقول هذا النظام حقيقة أفرز سلسلة من الممارسات الغريبة العجيبة، ومن ضمنها طبعا موضوع الانتخابات. يعني أحد الإخوان طلع قبل فترة قريبة وقال أن هناك أكثر من 4 ملايين يعني اسم مزور دخل في موضوع الانتخابات، ناس ميتين الآن 4 ملايين شخص ميت غير موجودين دخلت أسماءهم بالانتخابات. هذه انتخابات يعني ولدت ميتة، ولدت يعني أبعد ما تكون عن حاجة المجتمع العراقي، حاجة المحافظات العراقية. المحافظات العراقية حقيقة تعيش حالة من البؤس، حالة من الفراغ الأمني السياسي الاجتماعي الاقتصادي. هناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي هم تحت خط الفقر. أنا بتقديري لو أن هؤلاء يصحى ضميرهم ولو قليلا، هذه أموال التي تنفق على موضوع الانتخابات الفاشلة الهزيلة، هذه ممكن المبالغ الكبيرة تنعش بها اقتصاديات المحافظات وتعمر بعض الشيء مما دمروه منذ 20 سنة ولحد الآن. لذلك هذه الانتخابات حقيقة لا يمكن أن تأتي بشيء جديد، لأن هي عملية تدوير للنفايات التي تعودنا أن نشاهدها بعد الاحتلال ولحد الآن. الناس الذين سيؤتى بهم، يعني أنا طبعا أنا متأكد إن يعني إن حدثت انتخابات، إن قيمت هذه الانتخابات، وهو موضوع لحد الآن يعني بنوع من دكتور خليك متفائل، انتخابات تجي خليك متفائل. والله شوف، هو موضوع التفاؤل احنا صار لنا 20 سنة نسينا كلمة تفاؤل صراحة. يعني المواطن العراقي حتى المواطن البسيط نسى كلمة تفاؤل، نسى كلمة أمل. احنا الآن نعيش في حالة إحباط، يعني الإحباط نتيجة أنه كل يوم يأتي أسوأ من اليوم الذي قبله. كل ممارسة هي أسوأ من ممارسة التي قبلها. يعني بعض الناس الآن يرون أنه قبل 10 سنوات كانت أفضل من الآن، ونحن نتوقع أنه يعني الوضع في العراق بما فيه موضوع النظام والممارسة الديمقراطية المزعومة مثل كرة الثلج بدأت تتدحرج من الأعلى، من أعلى الجبل، وهذه طبعا كتلتها تكبر وسرعتها تزيد، ونتائجها حتما ستكون على حساب المواطن العراقي المستضعف المسكين الذي عانى وسيبقى يعاني ما لم يتحفز الشعب. بدل أن نذهب إلى هذه الانتخابات الهزيلة، دعونا نذهب لتغيير النظام بأساليب وطرق مستجدة نستطيع من خلالها أن نحقق بعض الشيء، بعض الأمل، بعض الطموح للمواطن العراقي الذي يشعر يعني بالتغييب الكامل منذ عام 2003 ولحد الآن. أشكرك أستاذ فاروق. الحقيقة هناك صراع مستعر ومحتدم خاصة بين التيار الصدري وبين بقية القوى العاملية السياسية شركاء في التحالف الطائفي. هناك اقتحام للمقرات، هناك تمزيق للصور، إحراق لللافتات. الصدر طبعا وآخرين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات أنها ليست شرعية بين قوسين، والآخرين يحشدون لهذه الانتخابات. كيف تقرأ مسار أو مشهد الصراع كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات وحتى بعد ظهور نتائج الانتخابات؟ هو بالحقيقة الصدر يجيد صناعة الفوضى. لما وجه بأنه عليه أن يدير الدولة، شفنا اللي شفناه، لأما في بأمر من النظام الإيراني، وهذا محتمل يعني بشكل كبير، أو أنه هو عجز عن رؤية ما يمكن أن يفعله بالمستقبل.
فسلم الأمور. الصدر الآن لديه كتلة بشرية هائلة فيجب أن يحركها، يعني يجب أن يلقي لها ثغرات وجود بالمشهد السياسي، لكن خارج إمكانية أن يكون ترأي بالمشهد السياسي بشكل مباشر، يعني مثلا أن تدخل للانتخابات. هو يخشى بالحقيقة الصدر حين منع كتلته من الدخول أو يعني الأتباع من الذهاب إلى أماكن الانتخابات والاقتراع العلني وكذا، هو يخشى أنه هو غير قادر على التحكم بهذه الكتلة البشرية، احتمال أنه موقف آخر غير موقفه، وهو موقفه بالحقيقة ملتبس وغير معروف وغامض. يعني هل هو رجل دين فعلا وهو يقدم بصفة رجل الدين الشيعي الشاب؟ هو طائفي من الطراز الأول لأنه رجل الدين الشيعي، ولا يوجد أي بيان صدر منا أو صدر من مكتبة أو أتباعه ينفي هذه الصفة عنه. فهو ضمن التيار الشيعي الذي يريد إبقاء العملية السياسية كلها وإبقاء البلد كله في حد الطائفية. الفعاليات الآن هي تنفيس، يعني كتلة هائلة عنده يريد ينفس عنها، وعنده عداء قديم مع حزب الدعوة ومع الأحزاب ومع آل الحكيم. بالحقيقة هو مو هو المعادي لهم، هم يمارسون عليه نوع من التعالي من زمان، يعني مو الآن، مارسوه على ابنه على والده. نعم. وهذا إرث عائلي، يعني العداء إرث عائلي استلمه من الوالد، فهو يمارس تحريك قواعده وتحريك أتباعه بالطريقة التي لا تؤذي بها العملية كلها. يعني هو لن يؤثر حرق مكان لحزب الدعوة وحرق مقر لأتباع الحكيمة وكذا، هذا لا يؤثر على الانتخابات على الإطلاق. يعني يجب أن نكون حذرين من توقع أن هذا سيوقف جزء من العجلة. العجلة ماشية، هذا نظام محمي خارجيا، نعم، إيراني وأمريكي، ونظام يتمتع بحماية ورضا جيرانه تركيا، إيران، الأردن، سوريا، الكويت، كلها دول راضية عن هذا النظام وعن بقائه، لأنه لا يمكن بوجوده أن يقام عراق حر ومستقل وصاحب سيادة. أشكرك. واضح دكتور رافع، الحقيقة ممكن أن نصف ما يجري بين مقتدى الصدر وبين شركاء الآخرين في التحالف الطائفي بحرب باردة. هناك اغتيالات طبعا، هناك اقتحامات، هناك تصفيات، هناك خطف وما إلى ذلك. ممكن أن تتحول إلى حرب ساخنة، مواجهة مسلحة في الشوارع في المرحلة القادمة، أم أن الضابط الإقليمي والدولي ضبط الإيقاع ما زال قادرا على ضبط هذا إيقاع هذا الصراع أو هذه المواجهة؟ الضابط الخارجي ما زال قادرا على ضبط الأمور الحقيقة، وكل الأنظمة تحدثنا في هذا الموضوع، ربما أشار إلى الأستاذ فاروق الآن قبل قليل، كل الأنظمة في العالم كله، كل السلطات، كل الحكومات في العالم لديها مقومات لبقائها داخلية أكثر مما هي خارجية. نحن ليس لدينا مقومات في العراق لبقاء السلطة داخلية، لكن هناك مقومات خارجية، بمعنى أن الضابط الخارجي، المقومات الخارجية لبقاء النظام هي في الخارج، هي إيران وأمريكا. وكل هذا التأييد العربي الإقليمي ما أعرف منه تابع لهذه الهراوة الأمريكية والنفاق الإيراني واللعب الإيراني، ليس أكثر الحقيقة. فالقوى هذه الخارجية قادرة أن تضبط الأوضاع بهذه الفوضى. هذه الفوضى مطلوبة، لأنه هذه تبقى العراق ضعيفة، تبقى مكسور، يبقى الآخرين متغولين عليه، غير قادر أن ينهض بمهام أخرى، وهذا هو المطلوب. لذلك هذه الصراعات لن تصل، لأنه أنت تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي، كل الناس يسألون نفسهم، هم ذولا خلال 20 سنة
هل اختلفوا في مجلس ما يسمى مجلس النواب أو الحكومات على شيء اسمه مصلحة العراق؟ يعني هل هناك كان مشروعا عراقيا لمصلحة الناس ومصلحة العراق واختلفوا على تفاصيله، أم اختلفوا على مكاسب ومنافع لهم؟ الاختلافات الآن صدر غير صدر، الحكي منافع خاصة بهم، الشعب العراقي غير مسؤول عنها ولا تعني شيء ولا 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 تعود عليه بشيء. هذه صراعات بينهم لزيادة المكاسب، زيادة المساحات للسيطرة أكثر، لفرض إراداتهم، لإقناع الضابط الخارجي بأنهم الأقوى. من هي القوى الأقوى التي تستحق أن يثق بها وأن يعطيها المقود لكي تقود الآخرين؟ هذا الصراع بينهم، هذا ليس أكثر. هذا الصراع لن يؤدي إلى نتيجة مثل ما نتوقعها. البعض يتوقع أن الصراع قد ينفلت فيما بينهم ليؤدي إلى ما يؤدي. نتمنى أن الكل ينزاحون ويخلص العراق، يخلصون الشيعة ويخلصون السنة ويخلصون الأكراد ويخلصون كل هذه من هذه القوى التي سيطرت عليهم لعشرين سنة فساد وخراب ودمار وضياع للهوية وضياع للشكل وضياع للمستقبل الحاضر والمستقبل، نتمنى. لكن هذا الصراع اللي بينهم الآن اللي موجود اللي يسمى صراعا، هذه محاولة للتعمية، للعب على الناس، محاولة غش الناس، تفضيل الناس، لدرجة اللي يعتقد بها البعض أنه ممكن صراعهم قد يؤدي إلى الخلاص من هؤلاء. لن يؤدي هذا الواقع، لأنه الحقيقة هي عصابات تتصارع فيما بينها لزيادة مكاسبها، لزيادة المساحة التي تسيطر عليها، ليس أكثر. هذا واقع الحال الحقيقة. أما غير شكل لا يمكن. دعني فقط أقول يعني للمزحة فقط، يعني كان دكتور عبد الرزاق تسأل أنت هل لماذا لا تكون متفائلة؟ يعني كيف لا يتفائل دكتور عبد الرزاق وأنا وأنت ودكتور أستاذ فاروق نتفائل، وأنه في بلد الوحيد عجيب غريب حتى الأموات يصوتون به، فمن حقهم أن يصوتون الأموات ويدلون بأصواتهم، 4 ملايين ميت متوفي، فهذا فرحين بالتجربة الديمقراطية. التجربة الديمقراطية فريدة بالعالم. دكتور عبد الرزاق، الحقيقة هناك من يقول أن هذه النتائج أيا كانت نتائج الانتخابات مجالس المحافظات، الحقيقة لن يكون لها لا وزن ولا تأثير على طبيعة ومسار المشهد الموجود الآن في العراق والموصوف بالقاتم كما يصفه الكثيرون. حتى وإن قيل أن هذه الانتخابات ستساهم أو تكون لها مساهمة في بناء الدولة العراقية، تصحيح مسار العملية السياسية، إنتاج جيل جديد من الإداريين غير ملوثين بالفساد، جيل نزيه ومستقل، هذه انتخابات لا تأثير لها، دقيق هذا الكلام؟ سيد الكريم، يعني النقطة الأساسية التي يجب أن نضعها أمامنا ونحن ننظر إلى هذا المشهد، يعني المأساوي، مشهد المضحك المبكي، أنه كل المرشحين، يعني أنا حقيقة بشكل أو بآخر تأتيني يوميا يعني كثير من المعلومات عن المرشحين، لم أجد شخص واحد فقط ممكن أن يكون مؤهل لكي يمثل أبسط وأضعف وأقل محافظة سكانية مثل السماوة. يعني كل المرشحين أناس يعني معوقين ذهنيا، معوقين سياسيا، معوقين ثقافيا. أنا لا أدري يعني كيف إحنا ممكن أن نتصور نتخيل أنه مجالس بالمحافظات تكون بهذا المستوى المتردي الضعيف. 99% و19 من الذين رشحوا أنفسهم يعني أناس أبعد ما يكونون عن تحمل مسؤوليات أنفسهم، كيف يتحملون مسؤوليات محافظات؟ على ذلك أنا يعني اللي استنتجت حقيقة من طبيعة القوائم وطبيعة المرشحين ومن يقف خلفهم، هم كل ما في الأمر يعني كانت لهم حلقة لم يهيمنوا عليها تماما، هي موضوع الأموال التي كانت تخصص المحافظات. بهذه الانتخابات سيحكمون نفس الجهات التي أحكمت القبض على الواقع الاقتصادي السياسي الأمني الاجتماعي، الآن ستزيد من قبضتها على كل المحافظات، خصوصا المحافظات اللي بالجنوب اللي يعتقدون يعني بشكل أو بآخر أنها ممكن أن تسبب لهم متاعب مشاكل في المرحلة القادمة. فإذا ستضع إطار للهيمنة للسيطرة لإنتاج
يعني نوع آخر من السيطرة على هذه المحافظات بشكل قانوني بشكل نظامي، وضعته أنت لكي تهيمن على هذه المحافظات مقدراتها، وضعها نشاطها حراتها، وبذلك يعني تكون هذه الانتخابات هي حلقة مكملة لمآسي الانتخابات السابقة التي شفناها، ومن ضمنها طبعا موضوع مجلس النواب اللي هو مجلس غير شرعي 100%. لا يوجد بالعالم تجربة أنك يعني تخرج مجموعة كبيرة من الذين فازوا بشكل أو بآخر بالتزوير بأساليب غير نظيفة غير قويمة، وتأتي بآخرين فشلوا بالانتخابات لكي يحكموا البلد ويقرروا ما يصلح ولا يصلح للبلد. يعني موضوع حقيقة بالعراق أنا يوميا أكتشف أشياء يعني لم أسمع بها لم أعرف بها مسبقا. وبالمناسبة حتى الذين يقومون على المشهد الآن بالعراق المهيمنين على المشهد أيضا هم حقيقة لا يعرفون هذه الأشياء. يعني ما يحدث هو في كثير من الأحيان تلقائي، يعني فعل ورد فعل ورد فعل ورد فعل. وبالنسبة للجهات يعني الأجنبية الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا، نعم لديهم أصابع في الموضوع، ولكن هم مستمتعين هم ممتنين من هذه الطبقة السياسية التي تقدم لهم خدمات أكثر مما يحلم أكثر مما يتمنوا. ولذلك يعني لا يفكر هؤلاء في موضوع التغيير. لماذا؟ لأن ما مطلوب منها هو أقل مما يقدموه يوميا لمصلحة أشكرك النظام الملالي في إيران إلى الكتان. أشكرك. واضح أستاذ فاروق. الحقيقة هناك تركيز وطبعا ذكر في الحلقة على قضية الخطاب الطائفي الجهوي المناطقي، تركيز من قبل كل المشاركين أو الكتل التي راح تشترك في انتخابات مجالس المحافظات، اعتقادا منهم أن هذا الخطاب سيكون رافعا دافعا قاطرة ستدفع به إلى مجالس مقاعد مجالس المحافظات. لكن الحقيقة الواقع الآن وإن المشهد بدأ هنا وهناك، لكن لا مشترين للبضاعة الطائفية والعرقية من المجتمع العراقي. تعتقد هذا دقيق أنه لن يكون هذا الخطاب الطائفي لن يكون رافع لهم ودافع لهم؟ واقع الحال. نعم. واقع الحال أستاذ ماجد. نعم. أن العراق بحاجة إلى معجزة جديدة. نعم. بحيث تنتج هذه المعجزة ينتج عن هذه المعجزة ما حدث شيء آخر أقوى مما حدث عام 2019. ثورة تشرين. نعم. ثانية ولكن بطريقة أخرى، يعني بطريقة تستفيد من كل ما حدث سابقا. نعم. هي المنقذ الحقيقي وهي المعبر الحقيقي عن أن العراقيين، هل العراقيون طائفيون أم لا؟ هل ضاعت الهوية الوطنية العراقية أم لا؟ أعود لموضوع رئيس الجمهورية مثلا على سبيل المثال، أنه كيف تغير صورة العراق؟ أقل من دقيقتين ترى عندنا. إيه تفضل. رئيس كردي مدى الحياة للعراق. طيب ضاعت هوية العراق عالميا وعربيا ومحليا أصلا. يعني في شغل داخل العراق وداخل النظام نفسه لتجيش العراقيين طائفيا، وغلبت الطائفية هي موضوع ينبغي النظر إليه، يعني ينبغي أن نراه على حقيقته مو مثل ما نأمل ونتوقع. العراقيون تغيروا، والعراقيون الآن انتشرت بينهم الأمية والجهل، لذلك يعتقدون أن الانتخابات خطوة ديمقراطية والانتخابات ستأتي بالمستقلين مثلا بين قوسين، لأنه لا مستقل في العراق على الإطلاق ما دام الناس بدل ما تكون بعثي وشيوعي وكذا صاروا شيعي وسني وكردي أشكرك. ضاعت القصة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لضيوفنا في حلقة الليلة من برنامج طاولة الحوار، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر الهاتف مع الأسف
كان نأمل أن يكون معنا عبر سكايب دكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي ومن عمان طبعا، وشكرا لضيفنا من العاصمة البريطانية لندن الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.